مساء الخير يا بلدنا، مساء الخير يا ولادنا، مساء الخير يا كل ناسنا، مساء الخير يا مصر. مساء الخير يا مصر، اهلا بيك يا همت، اهلا واهلا بيك بكم يا مشاهدينا فندم. الكرام، تحيه لكم جميعا في كل مكان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكما وعدناكم في مساء الخير يا مصر، نناقش ونقترب اكثر من اهم واجرأ القضايا المطروحه على الساحه المصريه والعربيه. النهارده هنتكلم مع حضراتكم عن ملف اعتقد بيهم شريحه كبيره جدا من قطاع المصريين، والشارع المصري يتحدث في هذه القضيه، وهي قضيه التعليم في مصر لما لها من اهميه وتعتبر حجر الزاويه. ويمكن كتبت مقاله اسميتها قل للزمان يرجع يا زمان، وقضيه التعليم في مصر وهكذا اتحدث فيها، واقول ان قضيه التعليم في مصر تمثل حجر الزاويه لكل اسره مصريه، فكلنا ينشد تعليما له قيمه وايديولوجياته التي تسمو به وتعبر عن فكره. ولكن هناك الكثير من المشكلات والتحديات التي تواجه وزير تلو وزير، وقلت ان ليس مع وزير او اي وزير اي ما يكون العصاه السحريه التي يستطيع ان يحل بها جميع المشاكل من الكثافه الطلابيه للانشطه الطلابيه للانشطه المدرسيه للكتاب المدرسي وما شابه ذلك. لكن الحقيقه الدكتور طارق شوقي يحاول جاهدا، وهناك بعض التحديات التي تواجهه، وهناك بعض ايضا عدم التفهم من المعلمين احيانا، من اولياء الامور احيانا، لكن ده اللي هنتكلم عليه في النهارده في هذه الحلقه باذن الله. إن شاء الله بإذن الله سوف نتحدث اليوم عن كثير من المشكلات التي تواجه التعليم في مصر. هنبدأها بالتعليم الأساسي والمشكلات اللي بتواجهه، وأيضا التطوير اللي طرأ على التعليم الأساسي، ثم التعليم الفني، وبرضو التطوير اللي بدأ يتحقق للتعليم الفني، والوضع امتحانات الثانوية العامة، وطبعا الجمهور أو كل الأسر المصرية محتاجة أنها تعرف الامتحانات هتكون إزاي، وأيضا محتاجة تعرف أن الامتحانات اللي هي المتتالية الثلاث فرص اللي اتكلم عنها سيادة الوزير هتكون ازاي. تابعونا، الحلقة النهاردة مليانة حاجات كتير جدا محتاجين ان احنا كلنا نعرفها. ما ننساش مع بعض فقرة هموم الناس اللي تعودنا فيها بنناقش ونضطرب اكثر من المواطن المصري البسيط. والنهاردة فقرة هموم الناس جالنا الحقيقة الكثير من المشاكل والاستغاثات، لكن هبدأ بالشكر الأول للدكتور المحترم الأستاذ دكتور محمد شوقي، رئيس قطاع مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة. الحقيقة الراجل لما اتصلت بيه كان في حالة مرضية، وما أكثر الحالات المرضية اللي بتصل بيا الحقيقة، يعني مش لاقية مكان في العناية المركزة. هذه الحالة بالفعل ما كانش لاقي مكان في العناية المركزة. اتصلت بالدكتور محمد شوقي مرة تانية، رئيس قطاع مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة، والله بأمانة بمنتهى السلاسة والأدب والاحترام اتصل فورا بالمسؤولين. لقيت المسؤولين أما اديتهم رقم الحالة على طول اتصلوا بهم، وأكثر من مرة أقسم بالله أكثر من مرة تواصلوا مع أهل الحالة لدرجة وفروا له مكان. فأنا طبعا شكرا جزيلا الأستاذ دكتور محمد شوقي، وبسعد جدا لما يكون في مسؤول الحقيقة وبيستجيب للبرنامج أسرة البرنامج. الحاجة الثانية، وعدت الحقيقة جالي رسالة النهاردة على الواتس من دينا السيد عطية من الشرقية، مركز بلبيس محافظة الشرقية، بتقول محتاجة مساعدة، يعني لأن رجليها مقطوعة للأسف الشديد، وقاعدة في البيت مع والدي ووالدتي، ومش يعني محتاجة غير يعني ماديات، غير إن أنا يعني والدي شغال أرزقكي، وفي نفس الوقت أنا مع يعني عنده بنات وأولاد وإحنا أسرة كبيرة. والدتي ووالدي مريض بالسكر والغضروف، كل اللي بتمناه هو المساعدة أو حتى كرسي متحرك. الاستغاثة الأخيرة جت من أهلنا في النوبة، الأستاذ عبد الغفور حسن مشكورا، قال إحنا بنعاني من مشاكل، مفيش للأسف الشديد يعني صرف صحي جيد، وأيضا بالنسبة لمشاكل المياه، ودي قرية عنيبة مركز نصر النوبة بأسوان التابعة للنوبة. طبعا دي بوجهها للسيد المحترم محافظ الوادي الجديد إنه يستجيب لهذه الاستغاثة من أهالينا. وأتمنى يا أستاذ عبد الغفور حسن هتروح بهذه الاستغاثة لمحافظ الوادي الجديد، وهتابع معاك المشكلة بإذن الله ونتابع مع بعض إن شاء الله. بإذن الله نقدر نتابع مع كل هؤلاء فيما يخص هذه الظروف اللي بتمر بيها هؤلاء الأشخاص. عايزين نطلع فيديو نشوف كلمة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونرجع تاني. سمعنا وشاهدنا كلمة معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبيبدأ كلامه باعترافه ان فعلا كان في مشاكل في التعليم وما زال هناك مشاكل، ولكنهم يحاولون جاهدين ان هم يغيروا هذه المشكلات الى شكل اسلم، وبيبتدي يعرض كل الجهود اللي تمت او اللي قامت بها الوزارة. كلنا يعلم تماما على أرض الواقع أن التعليم يمر بأزمات
كثيرة يعني على فترات زمنية طويلة وليس الآن، ولكن نحن نشهد في هذه الفترة وفي هذه المرحلة تطور حقيقي على أرض الواقع، وإن كان يعني كثير من الناس بيعتبرون أنه هو تطور شكلي، وإن كان كثير من أولياء الأمور لا يعترفون بما يتم على أرض الواقع، ولكن في الحقيقة ما يتم على أرض الواقع مهم جدا جدا لإخراج أجيال قادرة على التفكير الابتكاري والتفكير الإبداعي والتفكير الناقد، وهذا ما يفتقده أجيال كتيرة فاتت، ومحتاجين دلوقتي أن احنا نهتم جدا بالتعليم وبالإبداع حتى يستطيع أو نستطيع أن نوجد لمجتمعنا ولدولتنا قادة في المستقبل قادرين على تحمل المسؤولية. التعليم ملف مهم جدا يا إبراهيم، وفي الحقيقة محتاجين أن احنا ننوه على أهم المشكلات بداية من التعليم الأساسي. هنا في طبعا المؤتمر ده يمكن سيادة الرئيس عقب على التلات شباب حضراتكم شفتوهم، لما المهندس عمرو طلع تحديدا في الكلمة بتاعته بعد كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قال كلمة مهمة جدا، والرئيس أعجب بده، والرئيس حتى في المؤتمر أعجب إن التلات شباب اللي كانوا واقفين على المنصة لو حضراتكم فاكرينهم كان نموذج رائع جدا، منهم شباب بيتقاضى يعني آلافات الدولارات في الشهر اللي هي أونلاين ووركينج، العمل عن طريق عن بعد، وبالتالي مش بس ممكن يعمل محليا، لا ده ممكن يعمل عالميا، وبالتالي دي الفكرة اللي أعجب بها سيادة الرئيس، وعشان كده أمر السيد المحترم وزير الاتصالات المهندس عمرو طلعت إن يجيب النماذج الشابة ديت، وده نموذج بننطلق منه لسبب، لأن إحنا خلاص آن الأوان إن يبقى فيه ما بقاش يعني مش قصة بقى اللي هو العمل الحكومي الرسمي والتعيين وما شابه ذلك. طيب هنكمل لكن معانا معالي الوزير السيد محترم الدكتور جمال العربي وزير التعليم الأسبق، أهلا وسهلا معالي الوزير. أهلا بيك يا فندم. تحياتي طبعا لسعادتك معالي الوزير. يمكن طبعا سعادتك طبعا كان حقيبة التعليم تحملتها بعد ثورة يناير، وكانت حقبة أعتقد من الصعوبة بمكان أن يتحملها شخص في هذه الفترة، ولكن كانت هناك نجاحات ونجاحات، ولا أنسى لقائي مع سعادتك على الهواء مباشرة في إحدى القنوات، ولكن منظور معاليك كوزير للتربية والتعليم في التعليم الآن، هل نحن نخطو خطى إيجابية؟ هل تحرك القطار من محطته وأم أن هناك بعض الإخفاقات؟ معالي الوزير. يعني أولا أنا بحيي حضرتك وبحيي الضيوف اللي معاك، أظن تحياتي فندم. يعني أنا مش متذكر الاسم لأن دخلت دلوقتي بس شفت الموجود على الشاشة. أهلا بيك يا فندم معاليك. أهلا وسهلا يا فندم. حضرتك أنا يعني ما فيش واحد بمصر إلا ويدرك حاجة التعليم في مصر للتطوير. تمام. جميعنا نسلم بهذا الأمر. ويجب أن نعترف أن ما يجري في وزارة التربية والتعليم وما وجه به الرئيس السيسي في الفترة الأخيرة واعتماد العام عام التعليم وتوجيهاته في تطوير التعليم الدائم أدى إلى وضع خطط في منتهى الجودة والجمال في وزارة التربية والتعليم. تمام. اللي أنا عايز أقوله أن ما يخطط في الوزارة هو أمر جيد، ولكن ما يطبق منه على أرض الواقع يشوبه بعض الـ الأمور الغير طبيعية، يعني اللي بتخليه لا يؤدى بالشكل الجيد. أي. مشكلتنا هو الفرق بين التخطيط والتطبيق. أي. لو أن ما يخطط بالوزارة يطبق بشكل جيد فهذا سيكون أمر جيد بالنسبة للعملية التعليمية. تمام. إنما قد يكون الإخفاقات في التطبيق لها أسباب. اولا ربما تتسرع الوزاره في اصدار خطط غير متكامله، وبالتالي الاعلان عن الخطط الجزئيه في الوزاره امر سيء. لابد ان نخرج بخطه كامله ولها خطه تنفيذيه. تمام. يبقى انا متصور ان انا عايز انتقل من النقطه الف الى النقطه ب، والمراحل بتاعتي 1 2 3، انما انا ما اعلنش عن كل مرحله لوحدها، وبالتالي اذا صابني اخفاق يشكك المراقبين في امكانيه تنفيذ بقيه الخطط. صحيح. دي الأولى. الحاجة الثانية أن ربما الظروف على أرض الواقع قد لا تسمح، وده أمر واقع، بتطبيق ما تخططه الوزارة بشكل جيد. إذن لابد أن تجهز الميدان لتطبيق ما تخططه في الوزارة. إذن النهاردة الرئيس لما يتحدث في المؤتمر ويتحدث عن التطوير وكيف أن طالب الثانوية العامة سيمتحن على التابلت، وأن نتيجته ستظهر على التابلت، وأنه سيتاح له فرصة لدخول الامتحان مرة واثنين وثلاثة كما يحدث في الشهادات العالمية، هذا من غير شك شيء رائع. ولكن هل تم تدريب الطالب على استخدام التابلت؟ سيقال لك أنه في السنوات الماضية السنة الأولى وثانية ثانوي تم تدريب الطلاب وتمت نجاح التجربة بشكل قد يكون جزئي، ولكن أنا أجزم بأن بعض المدرسين والطلاب لم يستوعبوا الفكرة بشكل جيد.
هذا الأمر. الأمر الثاني، التكلفة التي تواجه الدولة في اعتماد امتحان واثنين وثلاثة حتى نأخذ الدرجة الأعلى، وهذا أمر على فكرة تربويا ممتاز. أيوة. وسيعطي الفرصة للطالب بأنه هو يجتهد ويحدث نفسه ويدخل امتحان ويحصل على أعلى الدرجات. تمام. ولكن سيوافق ذلك أو يعني يتواكب مع ذلك استهلاك لفترة زمنية. صحيح. ده هل احنا مستعدين لان احنا ننقل التنسيق لفترات زمنيه متباعده؟ دي نمره واحد. سيتتبع ذلك ايضا تكلفه ماليه، هل احنا مستعدين لذلك؟ ايوه. سيتتبع ذلك تجهيزات تكنولوجيه، هل انا لدي في الوزاره وفي الدوله سيرفر قابل لانه يتقبل كل هذا العدد من الطلاب لما يخشوا مره واحده او يخشوا في اوقات مختلفه؟ لابد ان تضع خطط. انا في رايي لان انا استوعب الطلاب دي بطريقه قد تكون يعني مثلا في جدول، المجموعه الف تخش الساعه كذا، المجموعه ب تخش الساعه كذا، المجموعه ج تخش الساعه كذا. مزبوط. الامتحانات هيبقى شكلها ايه؟ هتقدر بشكل عشوائي ولا هتكون معده مسبقه؟ كل ذلك لابد ان يعد في الوزاره من الاول عشان تجهيز البيئه لاستقبال الخطط الجديده. تمام. كمان يعني انا عايز يعني لا تستعدي الوزاره المعلمين، لأن المعلم هو أداة التطوير في الوزارة. صحيح. وكلما اقتنع المعلم بالتطوير كلما كان ذلك أمرا جيدا، لأنه هو اللي حيتبنى عملية التطوير وحيطورها وبعدين يدفع من جهده ما يساعد في تنفيذ الخطط التي تخططها الوزارة. مظبوط. إذن لا داعي للاستعداء للمعلم. فأنا النهاردة إذا كنت أضع خطة جديدة سيكون الطالب جالسا أمام التابلت وكتابه مفتوح في هذا الامتحان، اذا هو الطالب بطبيعه حاله سيعلم انه يستطيع ان يستغنى عن المعلم. صحيح. اذا يوم بعد يوم ستنتهي فكره الدروس الخصوصيه بشكل يعني يحترم وزاره التربيه والتعليم ويحترم المعلم ويحترم الاسر المصريه. مظبوط. فانا متصور ان احنا النهارده نستطيع ان احنا نصدر ترخيص للمعلم، وان انا هذا المعلم ده من خلال الترخيص اسمح له بتدريس الدروس الخصوصيه، لان انا عندما حاربت المعلم نقلت الدروس الخصوصيه فقط من بره المدرسه الى داخل المدرسه. مزبوط. ما هي المجموعات المجموعات الدراسيه او المجموعات المدرسيه يا استاذ ابراهيم؟ ايوه. ما هي درس خصوصي او نمط لدرس خصوصي؟ بالظبط. ولكن يشعر المعلم بانه هي رغبه من المدرسه في مشاركته فيما يدخل له من داخل. طيب ما انا اعمل رخصه واسلم المعلم رخصه بحيث ان انا اكون اطمنت ان هو قادر على استخدام التكنولوجيا، وارخص له المكان اللي هيأدي فيه بحيث ان العدد ما يزيدش عن عدد مسموح به، ان الرسوم ما تزيدش عن رقم مسموح به، الدوله تاخد حقوقها من ضرائب وما الى ذلك، تستطيع ان تتابعه وزاره التربيه والتعليم والاجهزه المحليه في التجهيزات المختلفه كالتهويه والاضاءه وما الى ذلك. يبقى اذا ما فيش داعي لاستعداء المعلم. انا شايف ان احنا النهارده المعلم هو أداة التطوير الحقيقية في الوزارة، ولا بد أن يعتمد عليه، ولا بد أن أجهزه نفسيا ومعنويا وفنيا. دكتور جمال، فيما يخص مشكلات المعلم وهي كثيرة، كنا حابين ان احنا يعني الجزئية الخاصة بالدروس الخصوصية، عدد او نسبة قليلة من المعلمين هم فعلا اللي بيدوا الدروس الخصوصية، والباقي المعلمين بعاد تماما عن هذا المجال. ولكن تمام. الهدف الاساسي، احنا نعلم ان المعلم راتبه متوقف او متجمد في حوافز و على 2014، وبتم الخصومات منه على 2020. في هذا المضمار، وبخاصة بعد ما سمعنا سيادة الرئيس السيسي وهو بيطالب بزيادة مرتبات المعلم وحوافزهم، ولكن هل يدخل ده في جانب ان احنا ممكن نديهم حقوقهم؟ وهل النظرة ليها، يعني نفسي افهم النظرة الموجهة للمعلم في هذا المجال بتكون ازاي؟ يعني بأي منطق بيخصم منه على 2020 وهو متجمد على 2014؟ وجهه نظر سيادتك في هذا الامر، وان كنت اعتقد ان يعني في خلال الفترات اللي حضرتك كنت فيها في الوزاره يعني تعاملت مع هذا الملف بشكل كبير. يبدو ان الاتصال معنا مع الوزير. السلام عليكم. معالي الوزير. ايوه فندم، انا سمعت الحوار وسعيد جدا بما تطرحه ضيفه حضرتك، وان اللمحه الطيبه من الرئيس السيسي في الفتره اللي فاتت بالتوجيه برفع الوضع المالي للمعلمين او اعاده النظر في الوضع المالي للمعلمين، المعلم فعلا له حقوق، ويجب ان تعلم الدوله ان الاستثمار في اعداد المعلم ليس اهدارا للطاقات، بل بالعكس هو استثمار سيعود عليها بالخير والنفع الكثير.
المعلم توقف راتبه عند سنة 2014 واعتقد السنة دي اتحرك الى 2015، يبقى هو عنده 5 سنوات فرق دائما. هذا المعلم يطالب بحقوقه، لانه عندما يخصم منه يخصم منه على راتب 2020. ولا شك ان احتياج المعلم للمادة هو الذي يدفعه للدروس الخصوصية، واعتقد ان القلة التي تقوم باعطاء دروس خصوصية التي تلجأ لتحسين راتبها بالدروس الخصوصية هي نفسها تطلب إعادة النظر في راتبها، وهي على استعداد كامل للتخلي عن الدروس الخصوصية لو أنها حصلت على حقوقها من المستحقات المالية. تمام. سيد جمال العربي وزير التربية والتعليم الأسبق، شكرا جزيلا مع الوزير. شكرا. تحياتي لحضراتكم طبعا ومع الوزير مرة تانية. فاصل قصير ونعود إليكم، ابقوا معنا مشاهدينا الكرام في مساء الخير يا مصر. عدنا إليكم ومعنا اتصال هاتفي من الأستاذ سيد جاد نائب رئيس تحرير الجمهورية لشؤون التعليم. أهلا وسهلا بيك أستاذ سيد. أهلا وسهلا بك يا أستاذ. أهلا بحضرتك. في خلال الفترة السابقة نرى أن هناك حالة من التطوير الرائعة التي تقوم بها الوزارة التربية والتعليم في تطوير التعليم، من التعليم الأساسي حتى التعليم الفني ثم امتحانات الثانوية العامة. رأي حضرتك في هذه أو في حركة التطوير الشاملة للتعليم في هذه المرحلة؟ هو طبعا زي ما حضرتك عارفة والسادة المشاهدين المتابعين، هناك خطة يعني ممتازة لعملية تطوير التعليم في مصر، طبعا بتتواكب مع الظروف اللي بنعاني منها جميعا اللي هي جائحة كورونا وكده. نعم. طبعا التطوير بيشمل حاجتين، المرحله الابتدائيه اللي هو بدات فيها التطوير من سنتين او ثلاثه ووصلت لحد السنه الجامعه الجايه ان شاء الله، والمرحله الثانويه. بالنسبه للمرحله الثانويه طبعا يعني الظروف اللي احنا مرينا بيها السنه اللي فاتت عجلت تماما بعمليه التطوير الشامل للمرحله الثانويه اللي بتعتمد في المقام الاول على التعليم الالكتروني والتعليم المدمج بين الحضور من المدرسه والتعليم عن بعد. تمام. استاذ سيد طبعا الكاتب الصحفي الكبير، حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا يا استاذ سيد. يعني بالذات السنه اللي فاتت تمام كنا بنلاقي معارضه طويله كبيره جدا على خطه تطوير التعليم في المرحله الثانويه والاعتماد على التابلت والامتحانات الالكترونيه. تمام. لكن يعني شاءت الظروف ان احنا نتعرض لجائحه كورونا، واصبح التعليم عن بعد والتعليم الالكتروني هو الاساس في العمليه التعليميه مش في مصر بس، في جميع الحالات. طيب. وكان من حسن الحظ من المسؤولين عن وزاره التعليم ان فعلا اولياء الامور ابتدوا يشعروا يعني برتم اعلى واسرع من ناحيه التقبل الفكري. استاذ سيد اتمنى سعادتك تبعد على التلفزيون شويه عن الشاشه، ممكن شاكر اكون شاكر جدا لحضرتك. وسؤالي لسعادتك استاذ سيد وهو تحديدا يعني ككاتب صحفي وبين الناس ومتابع يعني اعتقد نبض الشارع المصري، هل تعتقد ان الكثير من اولياء الامور يعني راضين عن موضوع التعليم عن بعد وكذلك المعلمين والطلبه، ولا شايف ان الموضوع لازم فيس تو فيس يعني؟ لا بص، خلينا نتفق على حاجه اتفضل. ان تطوير التعليم والاعتماد على التعليم عن بعد امر لابد منه، خلاص هو امر واقع لا يمكن يعني ان احنا نناقشه موجود ولا لا. تمام. انما هي فكره ان الناس تتقبله او الناس تتفاعل معاه، هو فعلا محتاج حاجتين مهمين جدا. أيوة. اول حاجه تدريب المعلمين على المقررات الجديده والمناهج الجديده او اسلوب الشرح والامتحانات الجديد اللي هيتم مع التعليم عن بعد. تمام. الحاجه الثانيه ان احنا نعود اولادنا يعني ازاي يقدروا يستفيدوا من وسائل التعلم الالكتروني بنسبه اكبر. تمام. يعني ما يبقاش القعده على النت لمجرد الترفيه. ايوه. التعليم عن بعد دلوقتي اصبح يعني زي ما حضرتك عارف بيجتاح العالم كله. صحيح. مش عشان الناس بمزاجها، لا ده اصبح غصبا عنا وغصبا عن الناس ان هم لازم يلجأوا لهذه الوسيله. تمام. بس انا بقول لحضرتك لازم ايه التدريب المعلم
والاقتناع ولي الامر باهميه الفن. حضرتك تمام. تنصح اولياء الامور بايه يا فندم؟ انا عايز انصح اولياء الامور بس ان هم يهدوا شويه، يشجعوا اولادهم على عمليه الدخول للمنصات، المنصات التعليميه اللي اعلنت عنها وزاره التربيه والتعليم، يتابعوا القنوات التعليميه اللي تم الاعلان عنها برضو عن جداولها. والوزاره قالت لنا جميعا ان القنوات التعليميه دي هتلعب دور اساسي في عمليه شرح وتوصيل المفاهيم التعليميه ومخرجات التعليم للطلبه، وبتبقى المدرسه التي هتلعب دور مكمل لهذه القنوات. تمام. استاذ سيد جاد الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير جريده الجمهوريه، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ سيد، شكرا حضرتك جدا. تمام. ويمكن كان تعليق بس بعد هذا الاتصال على كلمة السيد المحترم تاني الدكتور مصطفى مدبولي والشباب اللي أكد عليهم المهندس عمرو طلعت، وهو إن آن الأوان إن إحنا الشباب ممكن النهاردة يتعلموا إزاي، ودي مبادرة رئاسية بالمناسبة، وكان فيها يمكن هيكون إعلان بإذن الله قريب جدا، وفي ناس بدأت التدريب فيها على أساس عفى الزمن عن موضوع بقى الوظيفة الحكومية والتعيين الحكومي وكلام ده. والناس دي والثلاث شباب اللي عرضوا في مؤتمر الرئيس واللي كان فيه الدكتور مصطفى مدبولي والمهندس عمرو طلعت رئيس وزير الاتصالات، يمكن كانوا ثلاث نماذج يحترموا بجد، ان يعني ده ديو تايم بقى الوقت المناسب للكرياتيفيتي الابداع والتفكير خارج الصندوق، وده اللي عجبني جدا في هذه الفكره. واتمنى كل شبابنا ينتهج هذا النهج بحيث ان هو يبقى فريلانسر، يعني يبقى يعني يعمل عن بعد. والنهارده اعرف شباب بالمناسبه اشتغلوا في هذا الموضوع وحققوا ارباح محترمه جدا جدا، بس الموضوع محتاج تدريب، وتدريب مش مكلف ولا حاجه. نطلع فاصل ونرجع تاني معاكم. هدى بتقول مش عايزه احفظ. على فكره ده فعلا عقليه الاطفال في السن ده، بدايه من مرحله الكيجي لحد التعليم الاساسي كله، ان احنا بنربي اولادنا للاسف على الحفظ وعلى مهاره واحده بس. لكن مع تطوير التعليم الجديد من مرحله كيجي لحد ثالثه ابتدائي، بدانا في تطوير هذا المفهوم، الاعتماد على التفكير الابداعي والابتكاري الادراكي بعيدا عن فكره الحفظ والتلقين. فكره سياده الوزير في التطوير في انه يبتدي يطور هذه المرحله من كي جي لحد ثالثه ابتدائي، واللي كانت واجهت صعوبات كثيره سواء كانت من المعلمين سواء كانت من اولياء الامور، هي على فكره هي الاساس والبنيه الاولى اللي هيبني عليها التغيير في مصر. فكره التعليم الاساسي مهمه، وخصوصا المدارس. ويمكن هنا بس قبل فكره التعليم الاساسي، يمكن تعليق على الفيديو ده يا جماعه، فكره السبون فيدنج، واللي دايما في كثير من اللقاءات بناكد عليها، وهي ان النهارده الوزير او الدكتور طارق شوقي بيعني جدا بالفهم مش الحفظ. دي اول حاجه. تاني حاجه، خلي بال حضراتكم، يمكن ليا مقاله قلت تحديدا انا الاوان لتطبيق التعليم عن بعد، واتكلمت فيها عن في 2018 عن اونلاين ايدوكيشن، وكان ليا سبق في ذلك. لكن قلت ايضا في مقاله وقلتها في كثير من القنوات وكثير من اللقاءات، تطبيق الماده الواحده في اليوم الواحد، وانا هنا بتكلم من ناحيه سيكولوجيه، بمعنى الطالب النهارده بيبقى مكبل بكثير من المواد في اليوم الدراسي، بيرجع ايضا بابا ومامته زي ما شفنا في الفيديو ده بيراجعوا مع بعض المواد ديت، فبيحصل حته الفروت سالاد، وده قلته كتير، انا بتكلم من ناحيه سيكولوجيه. فبطالب السيد محترم دكتور طارق شوقي، يمكن بعت له ده اقتراح على رساله على الواتس، وما زلت مؤكد ان لو طالب درس ماده واحده النهارده ساينس، بكره ماث، عربي، هيرجع ياكد عليها كده. if you save well you will recall well، لو سيفت صح هتستدعي صح. وبالتالي بقول الكلام ده لان معظم ابنائنا بيجي قبل ليله الامتحان تحديدا بيبقى مذاكر كويس جدا وبيبذل مجهود كويس جدا، لكن ايه اللي بيحصل؟ ناسي كل حاجه جدا 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 بسبب ضغط الاسري، وبسبب ايضا الفروت سالاد، فكره الفروت سالاد. فبالتالي لازم يسيف كل ماده على حده، ودي فكره برسلها للسيد محترم الدكتور طارق شوقي. مهم جدا في ضمن التطوير تطبيق كتاب جديد على مرحله الثالثه ابتدائي اللي هو القيم، كتاب القيم واحترام الاخر. الكتاب ده مهم جدا للطلبه بشكل بحيث ان هو يربي فيهم القيم الاجتماعيه اللي ممكن ينشأوا عليها. حاجه تانية مهمه جدا، المدارس اليابانيه. المدارس اليابانيه نموذج مهم جدا للتعليم في مصر، وهدفه ان هو يكون مش بس ينمي ادراك وينمي تعليم ومعارف،
المعارف، لا ده ايضا يكون قيم، وهذه القيم وسلوكيات قادرة ان هي تخرج لنا مواطن صالح لهذه البلد. تمام. النقطة الأخيرة اللي بنهي بها الحلقة النهاردة بإذن الله وهي التعليم الفني، قاطرة التعليم الفني راحت فين؟ أعتقد من أيام الدكتور أحمد الجيوش كان نائب وزير التربية والتعليم، محتاجين تطوير ومحتاجين دعم، الوزارة محتاجة بالفعل مشروع تبصير التعليم اللي كان أيامنا كان لازم أعتقد ينطلق تاني. فكرة مبارك كور راحت فين؟ الدكتورة عائشة عبد الهادي لا أنسى كانت وزيرة القوى العاملة قالت إحنا محتاجين فعلا فنيين تكنيشنز بعقود محترمة جدا في إيطاليا ودول أوروبية، مش لاقيين لأن بسبب الخريج بتاعنا مش دارس دراسة براكتيكال، دراسة عملية. فاحنا بنطالب السيد محترم الدكتور طارق شوقي مره تانية مزيد من الاهتمام بالتعليم الفني لتغيير ثقافه المجتمع. في تطوير فعلا بدا للتعليم الفني واهتم بيه معالي الوزير، اللي هي المدارس التكنولوجيه التطبيقيه. تمام. ودي 3 سنين للتعليم المزدوج، وبيكون داخل معاهم شريك اجنبي، وبيحيث ان هو يكون اهتمام عملي وعلمي. بكده نكون طبعا وصلنا لنهايه حلقه النهارده. بنشكركم مشاهدينا الكرام في مساء الخير يا مصر، بنعودكم بحلقه جديده باذن الله كلها مفيده وكلها معلومات جديده. شكرا لكم مصطفى، شكرا جزيلا.